بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهارده مع الدرس الأخير من دروس القراءة اللي بعنوان زراعة الفضاء. وركز جدا 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 في الدرس ده يا أولاد، لأنه درس من الدروس المهمة اللي محتاجة إن أنت تشغل دماغك عشان تشوف إيه اللي بيحصل في الدرس ده وتقدر تفهمه. طيب، مبدئيا كده زراعة الفضاء ده مش معناه ان انت هتروح كده تزرع الفضاء، لان الفضاء لا فيه مثلا نهر زي نهر النيل، ولا فيه ارض خصبة زي كوكب الارض، ولا الكلام ده. يقصد زراعة نباتات في مركبات الفضاء اللي بيستقلها رواد الفضاء. طيب، القصة جت ازاي؟ قالوا من نصف قرن كده تقريبا يا اولاد، او من 50 سنة كده تقريبا، كان تفكير العلماء منصب او مركز على انهم يوصلوا للفضاء الخارجي. في فضاء خارجي لكن ما وصلناش ليه، مش عارفين، مش عايزين نعرف ايه ملامحه بالظبط. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل العلم تم اختراع حاجه اسمها مركبه الفضاء اللي بتحمل رواد الفضاء الى الفضاء الخارجي. طيب، بعد كده لما راحوا في الفضاء الخارجي تحديدا يعني القمر، اكتشف اولاد ان الفضاء الخارجي ده غني بالثروات المعدنيه، مما حدا بالعلماء، يعني دفع العلماء الى التفكير في كيفيه الافاده من تلك الثروات المعدنيه. طيب، لما اقول لك بقى ما الذي اكدته الابحاث العلميه عن الفضاء الخارجي، اكدت ان الفضاء الخارجي غني بالثروات المعدنيه. عشان كده دفع العلماء، أحد هنا بمعنى دفع، وساق العلماء وشجع العلماء إلى كيفية الإفادة من تلك الموارد الهائلة، يعني العظيمة الكثيرة الموجودة في الفضاء الخارجي. طيب، كان لازم العلماء يقعدوا فترة طويلة جدا هناك عشان خاطر طبعا يا أولاد يجروا الأبحاث بتاعتهم ويقدروا يستفيدوا من تلك الثروات الهائلة. لكن في مشاكل كبيرة جدا زي ما انتم عارفين، الجاذبية الأرضية معدومة هناك، طبعا ما فيش لا مية ولا في أكل ولا في أهم حاجة الأكسجين. كل شيء كان له علاج إلا الأكسجين، اللي كان من الصعب جدا إنهم ياخدوا أسطوانات تخليهم يقعدوا فترة طويلة جدا من أسطوانات الأكسجين. طب يعملوا إيه؟ كان البديل إنهم ياخدوا نباتات معاهم في مركبة الفضاء تولد لهم أكسجين عشان يستفيدوا منه هناك. طب هل لما اخد نبات هناك في الظروف الغير عادية دي اللي هي مش زي كوكب الارض النبات هينجح؟ اكيد صعب. فجه مركز جونسون الامريكي قال احنا لازم نقوم بعملية كده، او نقوم مثلا بتجربة، والله لو نجحت يبقى ناخد النباتات معانا هناك. وجم كده يا اولاد قاموا جايبين غرفة محكمة الغلق مربعة الشكل، طول ضلعها طبعا 10 متر، واكيد كده المساحه بتاعتها من الداخل هتكون 100 متر مربع، لان لما تجيب كده المساحه المربع بنضرب طول الضلع في نفسه هيديك 100 متر مربع، 10 في 10 ب 100. وحطوا فيها مزرعه نباتيه صغيره تحتوي على نبات القمح، ركز معايا، بتحتوي على نبات القمح. طيب، المزرعه ده هي يا اولاد فيها نبات القمح صغيره جدا، مساحتها 10 متر مربع، وفرغوا الغرفة من كل الأكسجين ومن أي حاجة تخص كوكب الأرض، وكأنهم وفروا جو يشبه الفضاء تماما. ووضعوا خبير كيميائي وقال والله لو قدر يتنفس يبقى نجحت التجربة، وإن النباتات استطاعت أن تولد أكسجين في ظروف غير عادية. وبالفعل نجحت التجربة. بعد أسبوع خرج الخبير الكيميائي بصحة جيدة عظيمة جدا من الغرفة. ليه؟ لأن اعتماده في التنفس أولاد كان على غاز الأكسجين الذي أفرزته تلك المزرعة النباتية. طيب، إيه اللي حصل بعد كده؟ العلماء بقى اتسع تفكيرهم، قالوا طب ما بدل ما ناخد مزرعة نباتية فيها نبات القمح الضعيف ده، طب ما ناخد نبات البطاطا. يبقوا كده ضربوا عصفورين بحجر، نبات البطاطا طبعا قوي، ورقه قوي جدا، يقدر يستحمل فتره طويله، ويقدر يمدهم بالاكسجين لمده طويله، وفي نفس الوقت يمدهم بالغذاء يا اولاد. وعشان كده خدوا معاهم نبات البطاطا وضعوه طبعا في صندوق محكم الغلق، وكانوا بيستخدموا الصندوق دوت في انهم يمتصوا منه الاكسجين اللازم ليهم عشان يقدروا يقعدوا فتره طويله في الفضاء الخارجي. طيب،
في بس مشكلة كبيرة جدا يا ولاد، تكمن المشكلة الكبرى إن إحنا نخلي النبات ده يقعد فترة طويلة في الفضاء الخارجي، يزود الرواد بالأكسجين عشان هما مضطرين يقعدوا فترة كبيرة عشان يجروا الأبحاث بتاعتهم. فيما تكمن المشكلة تكمن في مد الفترة الزمنية لتلك النباتات في الفضاء الخارجي لتزود الأكسجين، لتزود آسف الرواد بالأكسجين اللازم لأطول مدة ممكنة. طب إيه الحل؟ وليس الحل جاي إن شاء الله في المستقبل، هيكون يا ولاد على يد الهندسة الوراثية اللي لعبت دور عظيم جدا 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 في المجال الزراعي، اللي إن شاء الله هتستطيع إيجاد نوع جديد من النباتات. النبات ده هو يكون من صفاته إنه يقدر يتحمل الظروف القاسية الموجودة في الفضاء الخارجي، وإنه يولد يا ولاد الأكسجين اللازم للرواد لمدة أطول. طيب ده كل ده إن شاء الله موجود في المستقبل. طب ليه؟ لأنه حدوث أي خلل في هذا المجال العظيم يا ولاد سيكون له عواقب وخيمة. إزاي؟ أبسطها طبعا، أو من الحاجات اللي ممكن تحصل وتضر جدا 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 يا ولاد، موت رواد الفضاء اللي كلفوا كتير جدا جدا عشان يطلعوا الطلعة دهيت للفضاء الخارجي، بالإضافة كمان إلى إنهم العقول المفكرة اللي ممكن تنقذ أي وطن يا ولاد وتخلي مستقبله أفضل. وعشان كده منع لحدوث أي خطأ أو أي خلل في الفضاء الخارجي، تبنى العلماء يعني اتخذ العلماء سلسلة من الإجراءات المهمة. إيه هي؟ أولاً استزراع نباتات لتعويض النباتات المعرضة للهلاك في الفضاء الخارجي. ثانياً ابتكار طرق وأساليب تزيد من مقاومة تلك النباتات للأمراض السائدة في الفضاء الخارجي. ليه؟ لأن زي ما قلنا حدوث أي خلل في هذا المكان سيكون له عواقب يا أولاد وخيمة. الحاجة التانية بقى والأهم، لك إن كل الاكتشافات اللي اكتشفناها دي يا أولاد والاختراعات اللي اخترعناها كانت مجرد خيال عابر. أيوة طبعا الخيال مهم، لكن مع الخيال محتاجين علم وعمل نقدر نحول الخيال إلى واقع ملموس، وده اللي حصل بالفعل يا أولاد في زراعة الفضاء. كان مجرد خيال لكن نجحنا على يد العلماء طبعا انهم حولوا الخيال دوت الى واقع ملموس على ايدي العلماء. عشان كده بقى السؤال لما يقول لك لماذا تتسابق الامم في البحث العلمي، هتقوله تتسابق الامم في البحث العلمي لتحقق التقدم والرقي وتصل الى المكانة اللائقة. طب لما يقول لي بقى على من صب تفكير العلماء منذ 50 عام وكيف تغير اتجاه تفكيرهم؟ انصب تفكير العلماء ولد منذ 50 عام على مجرد الوصول للفضاء الخارجي، وبعد التطور الحديث والتكنولوجيا الحديثة تحول تفكير العلماء إلى كيفية الإفادة من الثروات الهائلة في الفضاء الخارجي. طيب ما الذي أثبتته التجارب والأبحاث العلمية عن الفضاء الخارجي؟ أثبتت أن الفضاء الخارجي غني بالثروات المعدنية الهائلة. طب لماذا يبحث العلماء في زراعة الفضاء؟ طبعا لتوفير الغذاء والأكسجين لرواد الفضاء. طب ايه بقى المقصود يا ولاد بزراعة الفضاء؟ استنبات نباتات مختلفة في مركبة الفضاء لتوفير الأكسجين والغذاء لرواد الفضاء. طيب لماذا يسعى العلماء للحصول على الأكسجين من الفضاء يا ولاد؟ طبعا رغبة في إطالة الفترات التي يقضيها رواد الفضاء هناك. ما الذي اعتمد عليه خبير الكيمياء في تنفسه بالحجرة؟ كنا اعتمد على غاز الأكسجين الذي أفرزته المزرعة الصغيرة اللي كان فيها نبات إيه يا شباب؟ أيوة برافو عليك، نبات القمح. ما المشكلة التي يتوقع أن تواجه العلماء في الرحلات الفضائية؟ تكمن المشكلة في مد الفترة الزمنية التي يمكن أن يمد بها النبات رواد الفضاء بالأكسجين والغذاء، وتعرض بعض النباتات للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي. طب لماذا سعى العلماء للحصول على الموارد من الفضاء الخارجي؟ طبعا بسبب نقص الموارد على سطح الأرض مع تزايد أعداد السكان. طب إيه أوصاف الغرفة المستخدمة في التجربة؟ كانت محكمة مربعة الشكل طول ضلعها 10 أمتار، واحتوت على مزرعة قمح صغيرة مساحتها 10 أمتار مربعة. اذكر بعض نتائج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة. من نتائج استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة تحسين سلالات النباتات،
زيادة الإنتاج، حل مشكلات الزراعة، وزيادة مقاومة النباتات يا أولاد الأمراض. كيف كانت البدايات الأولى للكشوف والاختراعات البشرية؟ كانت في بدايتها مجرد خيال عابر، ما لبث أن تحقق على أيدي العلماء. طب ما المشكلة الرئيسة التي تواجه زراعة الفضاولات؟ طبعا مد الفترة الزمنية التي يمكن أن تمد بها النباتات رواد الفضاء بالأكسجين والغذاء، وتعرض طبعا بعض النباتات للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي بسبب انتشار الأمراض والآفات، وبخاصة بعد أن طالت الفترات الزمنية التي يقضيها الرواد في الفضاء. طيب لماذا ينبغي الدقة عند إجراء التجارب العلمية؟ ينبغي الدقة أولادي عند إجراء التجارب العلمية، لأن وقوع أي خلل مهما كان صغيرا سيؤدي إلى عواقب وخيمة. طب عما كشفت الأبحاث العلمية مؤخرا طبعا عن وجود كواكب بها كميات هائلة من الثروات المعدنية، مما حدث بالعلماء يعني دفع العلماء إلى التفكير في كيفية الإفادة من هذه الثروات. طب ماذا فعل العلماء بدلا من خزانات الأكسجين التي يحملها رواد الفضاء؟ قاموا بإحلال نباتات مزروعة في الفضاء لتمد رواد الفضاء بالأكسجين بدلا من خزانات الأكسجين، واختاروا طبعا نبات البطاطا الذي يوفر للرواد الأكسجين والغذاء. طب علل لتقنيات الهندسة الوراثية نتائج إيجابية باهرة. طبعا أولاد فقد اقترحت زراعة أصناف من النباتات لتعويض الأنواع المعرضة للهلاك في ظروف الفضاء الخارجي. ابتكرت طرق تزيد مقاومة النباتات لأمراض السائدة في الفضاء الخارجي. طيب علل خروج الكيميائي من الحجرة بصحة جيدة، هتقول أنه اعتمد في تنفسه على غاز الأكسجين الذي أفرزته مزرعة القمح الصغيرة. علل اختيار نبات البطاطا للزراعة في الفضاء، طبعا يا أولاد من أجل الوصول إلى كمية أكسجين هائلة التي توفر احتياجات رواد الفضاء بالإضافة إلى توفير الغذاء خلال رحلاتهم. طب تعال نشوف بقى سؤال جميل، بيقول لي ما الفرق بين الاكتشاف والاختراع؟ قالوا الاكتشاف والله معرفة الأسباب والقوانين التي تكمن وراء الظواهر المختلفة، أما الاختراع يا أولاد هو ابتكار وابتداع وإيجاد شيء لم يكن موجودا من قبل. الاكتشاف برضو ممكن تقول إنك في حاجة موجودة خفية مش ظاهرة لكن إحنا نجحنا نكتشفها، إنما الاختراع طبعا حاجة جبتها من العدم. طيب ما الهدف من وضع نبات البطاطا في خزانات مغلقة؟ طبعا بهدف الوصول يا ولادي إلى كمية الأكسجين التي توفر احتياجات رواد الفضاء خلال رحلتهم، إضافة إلى توفير الغذاء. طبعا ده شوية تدريبات بقى عايزك كده بطل تركز فيهم كده وتحلهم كده مع نفسك، ولو وقف قدامكم أي حاجة ممكن تسأل المدرس بتاعك، أو ممكن تسأل أي مدرس هنا، أو ممكن تسألني أنا شخصيا، ما عندناش مشكلة خالص. المهم بس حل الأسئلة وخليك دايما كده مركز في الحل، بالإضافة بقى ابدأ في المحل في المحافظات تمام، عشان خاطر طبعا أي حاجة تقف قدامك تقدر تسأل فيها قبل الامتحان. وبكده يا جماعة كنا انتهينا، أصور لك بس معاني الكلمات عشان لو احتجت معنى كلمة ولا حاجة مش موجودة في كتاب الامتحان تتذكر منه، يبقى قدامك كل حاجة. وبهنا يا جماعة انتهينا، أسعدكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.